تحية لأهل الموصل، ونبشرهم اليوم تمت السيطرة على حي العريبي بالكامل. قطعتنا الآن في عملية التفتيش عن داعش وعن العبوات والدور المفخخة حتى نطمئن على عوائلنا في هذا الحي إن شاء الله. أيضا من خلالكم نطمنهم بعد أكثر أنه ما تبقى قليل جدا وأيام قليلة إن شاء الله سوف تحسم المعركة ويعودوا إلى ديارهم وإلى أحيائهم ومحلاتهم آمنين سالمين مطمئنين إن شاء الله. في هذه اللحظة تم تحرير حي العريبي بالكامل وأصبح تحت سيطرة قطاعاتنا، وقطاعاتنا تقوم بعملية التفتيش والتطهير لهذا الحي، والجزء الآخر من قطاعاتنا يقاتل في حي الرفاعي، وإن شاء الله خلال أيام قليلة قادمة سنزف بشرى أخرى بتحرير أحياء أخرى أو ما تبقى من أحياء في الساحل الأيمن ليعود الشعب الموصلي بالكامل إلى أحضان الوطن وتحت ظل الحكومة العراقية آمناً ومطمئناً إن شاء الله.